تابا تنزل لي كل حابة واستل لأوراتي وعامل رعاتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والعالي والإخواني وسائر العلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي إذا لطاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الله سلام عليك يا ربي محمد يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي كل بيتنا عند ساكنه ليس محتاجا ويرفع الجيش المدرب سالم حلم سالم 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 ويرف
الله العباد، برجع عبد الله بن الحداد، بأحمد بن زين الحبسي، بعلي بن محمد بن حسين الحبسي، وجميع المنتسبين إليهم من أهل الزمن الفريد، ورسولهم الفريد من الرب الرباني وحفظ النورهاني، سيدنا شيخ عبد القادر. الوالد جعفر بن عمر بن جعفر السقاف، عمي الشيخ بن عمر بن جعفر السقاف، سيدي جبل بن الصالح، والدينا والديكم، وأمواتي هذه البلدة من المؤمنين وابنائها المسلمين المسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفانهم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وفانها، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وفانه، اجعله في قبورهم روضة من رياض الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجب عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفضل بركاتهم، قل الله يفتح علينا بحقهم أبواب الخير. وجعلنا من أهل الخير خير في العافية لأهلنا وأولادنا وذريتنا وأحبابنا، وبعدنا من كل بوس وفتنة وضير، بهجهم تقبل حاجاتنا، تقبل نياتنا، تقبل مقصودنا، ويسر أمورنا ويصلح صدورنا وسيئاتنا ويرفع درجاتنا، نور القلوب من العلا والطغى والعفو في الموت، الإسلام والإيمان وألمنا والصلاة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة.